أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. تعتبر الديانة المسيحية أكثر ديانة تعرضا للهجوم والتشويه. تشويه وكذب طال كل شيء فيها، عقيدتها وكتبها ورموزها وتاريخها وحتى أخلاق أهلها. حرب إعلامية ونفسية وتحريضية ضد كل شيء مسيحي، وخاصة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. تشويه ما بدأ اليوم، لكن بدأ من أكثر من 1400 سنة. المسيحيين ضالين، المسيحيين مشركين، المسيحيين كفار يحاربون الإسلام والمسلمين، ما عندهم وازع ديني، والناس ما غير تسمع وتصدق، ومستحيل أحد يكلف نفسه ويتحقق من صحة ذا الكلام. وعشان كذا قررت أتكلم معاكم اليوم عن 10 حقائق مسيحية واضحة وضوح الشمس، حقائق معروفة وغير قابلة لا للتحريف ولا للتزوير، وسهل جدا تتأكد منها لو بذلت أقل مجهود ممكن للبحث. وهذا مش دفاع عن المسيحية طبعا، فالمسيحية مش في محل اتهام، لكن عشان أعطي كل إنسان يبحث عن الحق فرصة يكتشف فيها الحقيقة. الحقيقة الأولى هي أن المسيحيين يعبدون إله واحد فقط، خالق السماوات والأرض، ما يرى وما لا يرى، إله أزلي موجود قبل تكوين العالم. يعني مش إلهين ولا ثلاثة، ولا في أحد أصلا في المسيحية يقول إن الله ثالث ثلاثة أو يعبد مريم. وياريت تسألون اللي قايل ذا الكلام من فين جايبه، عشان إحنا بعد نبي نفهم. أما الحقيقة الثانية فهي إن المسيحيين أبدا ما يدعون إن لله صاحبة أو زوجة، استغفر الله. وكلام إنه حب يكون عنده عيال فتزوج واتخذ المسيح ولد له، ونستظرف ونقول ده ما يحب العيال كان كثر، فهذا كلام كذب وعيب جدا في حق الله، وعار كبير جدا يستخدم هذا الأسلوب الرخيص في الهجوم على الناس. فالله مش عرضة لأحقاد البشر، والمسيحية أطهر من أن تفتري على الله الكذب. ولو بحثت العالم كله مستحيل تشوف مسيحي عاقل أو حتى مجنون ممكن يتجرأ على الله ويقول مثل ذا الكلام الغريب. ثالث حقيقة مسيحية هي أن الله ما مات على الصليب، واللي مات على الصليب هو جسد أو ناسوت المسيح. فالله روح، والروح ما تموت أبدا، والكون عمره ما كان بدون إله، وهذا الشيء يعرفون المسيحيين أكثر من غيرهم. أما الحقيقة الرابعة فهي أن المسيح جاء للأرض ليفدي الناس ويخلصهم ويهب لهم حياة أبدية، جاي عشاني وعشانك، جاء للعالم عشان يموت على الصليب ويفدي البشرية. وهذه عقيدة وإيمان مسيحي راسخ في نعمة المسيح. فكلام لو كان المسيح هو الله فليش ما أنقذ نفسه يعتبر كلام مش في محله أبدا، وضد العقيدة المسيحية في المسيح اللي جاء للعالم أصلا ليفدي الناس ويخلصهم مش ليخلص نفسه. أما الحقيقة الخامسة فهي أن حقيقة صلب المسيح حقيقة ثابتة غير قابلة للشك أو التحوير، ثابتة تاريخيا وأدبيا وبشهادة الشهود، وعلى رأسهم السيدة مريم أم المسيح وكل تلاميذه، وشهد عليها الكثير من المؤرخين المسيحيين واليهود وحتى من أصحاب من غير أصحاب الديانات. ففكرة التشبيه فكرة لا يقبلها منطق ولا عقل ولا يوجد لها مبرر أصلا. والحقيقة السادسة هي إن الكتاب المقدس كتاب محفوظ بقوة الله من كل تحريف، ويكفي إن المسيح شهد له شخصيا حيث استشهد به أكثر من مرة وردد كما هو مكتوب أو مكتوب، غير أن الإسلام نفسه أثبت صحته وقال أنه هدى ونور وفيه حكم الله. وأتمنى من أي إنسان يملك النسخة الأصلية من الكتاب المقدس يسوي خير ويزودني فيها عشان نكتشف الفرق بينهم ونأكد على التحريف. أما الحقيقة السابعة أعزائي المشاهدين فهي أن المحبة روح المسيحية وذروتها المركزية وفرضها الوحيد.
بها جاء كل الناموس والأنبياء. فالمحبة في المسيحية دين وعقيدة، محبة لكل الناس مهما كانوا ومهما كان منهم، محبة للقريب والبعيد، للصديق وللعدو. يعني الزعل ممنوع والحقد مرفوع والكره مرفوض. ثامن حقيقة ثابتة هي أن أخلاق المسيح مستمدة من أخلاق السيد المسيح نفسه. يعني المسيحي ما يخون ولا يكذب ولا يسب ولا يغدر ولا يكره ولا يكيد ولا يمكر ولا يسكر ولا يستخف بالله. المسيحي بار بوالديه، قريب من أهله، محب لوطنه، لا مغرور ولا فاسد ولا شره ولا جشع ولا طماع ولا كسول. ضامن الجنة لكن مستمر في محبة الناس وفعل الخير، فهذا دينه وإيمانه. الحقيقة التاسعة هي أن المرأة مساوية ومعادلة للرجل تماما وفي كل شيء، وهذه حقيقة 100% وأبصم عليها بالعشرة. لا هو أعلى منها درجة ولا هي أقل منه درجة. والزواج رباط مقدس لا ينحل ولا ينفك ولا يؤثر فيه لا مرض ولا خلفة عيال. مش عقد زواج ولكن عهد حياة وزواج، عهد على الحب والوفاء والصبر والتضحية في الرخاء والشدة. زواج منزه من الخوف والأنانية والترقب والذل والإهانة. الله جمعهم وما يقدر إنسان يفرقهم. فعيشي سعيدة مطمئنة لأنك في حمى رب يحبك ويحافظ عليك وعلى بيتك. والحقيقة الأخيرة هي أن دم الإنسان مقدس جدا في المسيحية، فلا تدعي بأن المسيحية تنادي بسفك الدم عشان تبرر أفعالك وتقول ما في أحد أحسن من أحد وتجيب هتلر وقنبلة هيروشيما كمثال. ترى المسيح مش هتلر ولا روزفلت، ومش كل واحد اسمه مايكل المسيحي. بالعكس، المسيح أمرنا ما نحمل سيف ولا نتعامل بالشر، وهذا واضح جدا. وكل ما تحتاج عشان تصدق إنك تفتح الكتاب المقدس وتقراه وتكتشف ذا الشيء بنفسك. وفي الختام أرجو من كل إنسان مهتم أو شاك أو حتى غير متأكد من أي معلومة ذكرتها اليوم إن يبحث عن الحقيقة ويحاول يتأكد منها ويكون أمين مع نفسه، وأكيد بيوصل والله بيدليه على الحقيقة، لأن الله مستحيل يضيعك وإنت تدور عليه. والحين نعمة المسيح معاكم، وشكرا لكم على المتابعة، ونشوفكم الأسبوع القادم على خير وفي أمان الله.